أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا عليه رسالة. أتمنى تكون مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من وين إجتي ومن منو، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا، وأول ملف ويانا هو ملف الزيارة لسنة 2023 اللي صارت بها كوارث بسبب بعض التجاوزات من قبل بعض الزوار الإيرانيين. بس قبلها راح نشوفكم حجم الانفلات الأمني بالعراق بسبب تسلط الميليشيات وتحكمها بمفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية، واللي وصل الحال بأنه يفقد منتسب الأمن بالعراق الأمن والأمان. يعني الشرطي اللي هو شغله الشاغل انه يحافظ على امن البلد هو فاقد هذا الشيء، فتخيلوا شلون فاقد الشيء يعطيه. تخيلوا شرطي حكومي يشكو من عصابه اقدمت على خطف ابنيه من عائلته، واصابت عدد من افراد عائلته بعده اصابات اثناء الاختطاف. تخيلوا شرطي عراقي يشكو غياب الامن وشيوع الجريمه ورا ما تعرض إلى تهديدات من قبل الخاطفين، ويأكد أنه رغم إلقاء القبض عليهم وحبسهم بوقت سابق إلى أنه تم إطلاق سراحهم بعد هذا الشيء، ورجعوا وسووا هاي الجريمة ورا ما تم إطلاق سراحهم. خلونا نشوف الشرطي. قال السيد وزير الداخلية يعني إحنا عصابة خطفت بيتنا وطلعوا، ذبيناهم بالسجن وطلعوا، هسا رجعوا علينا الا تتنازلون من الدعوه، وصوبوا ابوي وهسا صوبوا اخواتي، يعني عصابه ما حد يقدر لهم، لاكو دوله لاكو قانون لاكو حد يحاسب، يعني دوله ماكو دوله بالقران. خطفوا البنيه وهسا صوبوا اثنين بنات عندنا، وصوبوا ابوي بالشارع بنص النهار بالشارع وما حد يحاكيهم. بدله رسميه، وزير رسمي ومنتسب في وزارة الداخلية بوزارة سيادية بها وزير كان قائد عمليات، بالمقابل ما يقدرون يسوون شيء، لا، ويلقون القبض على المجرمين وراه يتم إطلاق سراحهم. ليش؟ لأنه المجرم يصول ويجول والمواطن ما يقدر، مو المواطن، الشرطي ما يقدر يسوي شيء. الشرطي اللي عنده صلاحيات ما يقدر يسوي شيء. الشرطي اللي لابس زي رسمي للذود عن أرض الوطن ما يقدر يسوي شيء. انزع بدلتك وقعد ببيتك وسد الوزارة وقعدوا الوزير، لأنه وجودهم من عدم لا شيء. لأنه لما يطلع لك منتسب بالشرطة هذا حاله، لعد المواطن شلون؟ عفونا، احنا قلنا ببداية الملف انه راح نحكي عن الزيارة والمصايب اللي صارت بالزيارة. بسبب انتشار المخدرات اكو هواية جرائم دا تصير، وراها اكو فتح حدود على مصراعيها امام الزائرين. تخيلوا بهذا الفيديو مدمن مخدرات ايراني يطعن عراقيين بالسكين بمحافظة كربلاء، يعني خلال الزيارة الاربعينية، هم نزل وهم يدبج على السطح. كلنا نعرف بأنه يا غريب كن أديب، لكن زائر من بلد ثاني يصول ويجول ويطعن اثنين بوسط تبريرات ما إلها داعي، وفوقها الطامة الكبرى حكومة الإطار التنسيقي فتحت الحدود أمام الإيرانيين بدون تأشيرة وما إلها أي علاقة لا بتفتيش ولا بالحدث ولا حكت به ولا أعلنت عن أي اجراء راح تسوي بعد ما شفنا هذا الفيديو. خليكم تشوفوه وياي. يعني حاليا قتلنا اثنين عراقيين، وهذا عراقيين دشاهم سكين، شكل لك والله على ابو مكبسل. قتلنا وجهه الاسعاف ايراني، قتلنا اثنين عراقيين دشاهم بالسكين. وهاي حكومتنا العراقيه كل شيء ما تسوي.
هاي شوفونه ايراني قتل اثنين عراقيين ستين والله قتل واحد شتي مو قتل اثنين وهاي حكومتنا العراقيه هاي شوفونها هاي اجت الاسعاف راح تاخذ معلم مالك والله تعرفون هنا شنو التساؤل اللي ينطرح وراء هذا الفيديو؟ الستين من وين جابها؟ إذا كانت موجودة وياه وعبر بها الحدود وطب فهاي مصيبة المصايب. أما إذا راكب طيارة وعابر المطارات هاي مصيبتين. يعني تخيلوا واحد يطب للبلد بدون تفتيش. أما إذا جايب الستين من داخل العراق وأقدم على طعن اثنين شنو الموضوع؟ أكو هواية مواسم بالعالم. عمركم سمعتوا عن حالة طعن بالحج أو تجاوز من زوار بيت الله الحرام في موسم الحج مثل هذا التجاوز مثلا؟ لا ما راح تسمعون. ليش؟ لأن أكو إجراءات حكومية، أكو قوانين تمشي على الإيراني والعراقي والسوري والهندي المسلم والأوروبي المسلم، تمشي على الكل. لكن بالعراق الإيراني يصول ويجول. تردون تعرفون شون؟ راح تقولوا لي لا هاي حادثة فردية. زين شنو رأيكم بهاي الحادثة؟ حادثة ثانية، إلى زوار إيرانيين ضجت بهاي الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي لما جو زائرين واعتدوا على موظفة بمطار النجف، طلبت من عندهم عدم التصوير، هذا طلبها الوحيد، وذكروا شهود عيان من اللي شهدوا الحادثة وهم اللي حكوا بيها أن الزوار انهالوا على الموظفة بالضرب ونزعوها الحجاب من راسها وشمروه بالقاع بدولة بالعراق اللي يدعون الأحكام الأحزاب اللي حكمون هذا البلد أن هم مسلمين وينفذون أحكام الشريعة وكل أسماءهم الإسلامي والإسلامية والحكمة وتيار ما أدري شنو وأهل الحق وأهل ما أدري منو وأهل الباطل وأهل كلهم. إعلاميون وناشطون طلبوا بوضع حد لهاي التجاوزات اللي دا تتكرر. أما أحد الصحفيين قال إنه مدير المطار تكتم على القضية ورزل الموظفة وسمح للزوار الإيرانيين اللي اعتدوا على موظفة عراقية ومواطنة عراقية في أرض العراق أن يغادرون العراق إلى إيران دون محاسبة. خلونا نشوف. واعتقد بالله اللي صار اليوم مطار النجف ما راح يمر مرور الكرام. هسه تريد تقول هذا شنو شد يسوي لي؟ لا راح نسوي هواي أشياء. هسه أنا ما أهددك نسوي هواي أشياء، لا، إحنا نتخذ الإجراءات القانونية. ليش؟ لأن أنت سمحت لمسافرين متجاوزين أن يعتدون على امرأة نجفية موظفة في المطار، وقبل ما ندافع احنا عنها كان الأولى بك أن تدافع عن هذه الموظفة. ما تروح تجامل لأنه هذولاك إيرانيين تخاف من عندهم. ما أريد أدخل بعد بالتفاصيل أكثر لأن أنت تعرف كل زين من اللي خابرك عليهم. مسافرين اثنين جايين المطار النجف، الشركة اللي تنقلهم هي شركة آتا الإيرانية، متأخرة ما نازلة بالمدرج بالموعد المحدد. هم ذولا بساحة الطيران طالعين يردون يصورون بساحة الطيران، فموظفة موجودة عندها تعليمات من قبل سلطة الطيران المدني بمنع التصوير. أنا رجال صحفي ما أقدر أصور بساحة. الإيرانيين اعتدوا عليها لفظيا، بل الأتعس من هذا أنهم قاموا بانتزاع حجابها وسحلها. تخيلوا ان موظفة نجفية تنسحل من قبل ايرانيين. وين؟ مو بايران، مو بطهران، مو بمشهد، ولا بمنطقة خارج، لا، في النجف الاشرف. شركة طيران اجنبية متأخرة عن الموعد المحدد تنزل الركاب بالساحة مال المطار باي حق؟ هاي رقم واحد. أكو تعليمات مثلاً عندها من سلطة الطيران ممنوع التصوير، هذا حق ثاني. ثالثاً شون يعتدون بمطار ويضربون ويسوون ما أعرف شنو، هذا كله وما صار بي شيء وما اتخذوا بحقهم أي شيء. السؤال اللي انطرح هنا، إذا عراقيين اثنين طا
طاروا من مطار النجف ونزلوا بقم أو بمشهد أو بطهران وسووا اللي سووا ذول الإيرانيين يرجعون للعراق سالمين؟ تتوقعون مدير المطار هناك راح يرزل الموظف ويخليهم يرجعون؟ أنا أقول لكم لا. والدليل قبل كم حلقة طلعنا 3 عراقيين مخطوفين بإيران، هذا اللي يشوفوه العراقيين بإيران. يجون الإيرانيين للعراق يصولون ويجولون، يروحون العراقيين لإيران يشوفون مهانة ما بعدها مهانة. ليش؟ لأنه ما عندك حكومة تدافع عنك. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك زينب، أكيد يوبخ الموظفة لأنه ما يقدر يسوي شيء للجماعة هذول أسيادهم بلد تايح. على العراقي: كلنا مع أختنا الموظفة في مطار النجف، ويجب أن يحقق مع مدير المطار من هؤلاء المعتدين. عمار صلاح: مع الأسف الموظف ينهان ببلده. وعبير البياتي تقول: خوش، يعني مواطن عراقي ببلده يعتدى عليه من مواطن مفروض زائر، وين القانون؟ وهذا التساؤل المطروح، وين القانون يا دولة تدعي القانون؟ وين القانون يا أحزاب تدعي القانون؟ وين القانون وتعدكم صولات وجولات بالإعلام؟ حكت القانون وحكت المواد الدستورية، حكت الدستور وقالت السيادة، هل من السيادة أن يجون زوار من بلد ثاني إلى العراق ويصير اللي يصير؟ راح يجيني واحد ويقول لي الله يعلم شنو اللي سوت هاي الموظفة واستفزتهم بحيث هذا اللي صار. راح أقول لك لا حبيبي، هذا مو ديدن العراقيين. وإذا تردون تعرفون ديدن العراقيين، أكو هواية مقاطع انتشرت إلى زوار للعراق في هاي الأيام، ناس ما دافع ولا فلس لكرم العراقي في استقبال الضيف. وإذا تردون نرجع لي وراء، نرجع إلى أجواء خليجي 25 اللي تم استضافتها بالبصرة البطولة الأخيرة، وروحوا اسمعوا وشوفوا الفيديوهات اللي انتشرت من قبل أبناء بلداننا الشقيقة في الخليج العربي وزوار بلدنا من الخليج العربي وشنو قالوا عن العراق وكرمه. أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم أستاذ دفن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبع صيد تشريني. والنعم. شلون حبيبي؟ شلون صحتك؟ هذا بيك. الله ينعم عليك. طبعاً أنا متعجب، يعني يقولون السيادة ويحجون قانون، هم سوين القانون ما خسوك هرج. نعم. يعني عندهم قانون، عندهم أنت تهتدي هسه هن نقول إحنا. اروح على السافر عندهم، يعني هل اعتدي على مواطن بالشارع؟ هم ما تصير، هي اخلاقيا ما تصير. يقول لك يا غريب صير ردي، احترم البلد. نعم. انت من تجون المطار وتعتدون يعني بالمطار، يعني هذا المطار يعني يمثل يعني كل جميع العالم، هو هذا يعني يمر بالمطار. يا دولار زين، انتم تجيبون يعني شيء اجى شيء تقولون زوار؟ احنا سلام الله على ابو عبد الله، انا ما مالي شغل. زين انتم جاي تجيبون ذول الايرانيين وهذا رافع العلم الايراني، هاي يا سياده، يعني ذول شنو ذول اولياءكم بس حاشوني اولياءكم ذول، يعني لا عندكم قانون لا عندكم شيء. هسه انا هسه اروح لايران ارفع رقم، انا جاي يصلون ويجولون براحتهم. هذا بس كذا سكين، شلون طبت السكين هاي؟ زين ولا عمي شويه استحوا، هذا بلاد العراق، هذا بلاد الرافدين، والله بلاد الرافدين، هذا يسوى روسكم وروس مخلفكم. نعم. اجت حضاره العراق هاي. نعم. ما تسحون ما تخجون، انتوا ترموا هذه البلاد، انتوا تسمى حكومة الميليشيات، حكومة ما تسرية، حكومة ما العبطية، كل شي بيكم انتوا ملموم، كل شي بيكم لا مينة انتوا. نعم. والله العظيم انتوا كلكم توابع ذيول وما تستحون وما تخجون. نعم. اسمعوني ما تخجلون.
شكرا شكرا لك ابو عمر. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. محمد انقطع الاتصال ويا الاخ محمد، اذا عندك شيء وتريد ترجع لنا حياك الله ببرنامج صوتكم. راح نبقى باجواء الزياره الاربعينيه بكربلاء وحديث الحكومه عن نجاحها بتامين الزياره وتامين مستلزماتها وتامين حاجيات ويعني رفاهيه الزوار وتنقلهم وغيرها. لكن في ظل كل هاي الاعلانات اللي تدعيها الحكومه، اهالي كربلاء يشكون من انقطاع الكهرباء ولساعات طويله رغم انه المدينه مليئه بالضيوف والزوار. احد الناشطين يقول اكو مناشدات هوايه وصلناها الى وزير الكهرباء شخصيا وعبر هاتفه الشخصي حول الانقطاعات المستمره للتيار الكهربائي بمدينه كربلاء وفي اثناء زياره الاربعين من شهر محرم، ولحد هاي اللحظه ما تلقوا لا جواب ولا شافوا حل لهاي المشكله. خلونا نشوف. اعزائي المشاهدين على التوالي، ولا زال انقطاع الكهرباء مستمر في ظل ارتفاع درجات الحراره وزخم الزوار، وما شاء الله جاي نلاحظ بعض الساده الوزراء يرحبون وينظمون حركه السير. الكهرباء ماكو، استقبال الزوار ماكو. السيد واحد محافظه كربلاء وين؟ او لمس نعاني من الماي. السيد مدير ماء كربلاء انت وين؟ السيد معالي وزير الكهرباء، المحادثات موجوده اليوم الثاني على التوالي. اراستك وكسه تكتب لي نصف ساعه نصف ساعه، ولحد الان بسبب ارتفاع درجات الحراره والمولدات بتشراخ، كسه تنفجر مولد، كسه حريق. هاي الارواح من يتحمل مسؤوليتها؟ جاي تلاحظون ما اقدر اصور جوا، فبالتالي صعدت فوق وباع الزوار تفترس الارض بالشوارع. ما جاي نعرف، انتم متهين تبيعون بالعراق قطعه قطعه كركون. رب الشكك بالبصره، هاي الباقيات مستعدين. هاي كربلاء الحال نفسها ببغداد، لانه اهالي قضاء الحسينيه بالعاصمه العراقيه بغداد هم يعانون من انقطاع الكهرباء المستمر بشكل طويل ولساعات طويله. اهالي قضاء الحسينيه طالبوا ان يتم وضع حل لهاي المشكله. بهذا الفيديو راح نسمع حكي بعض اهالي قضاء الحسينيه والناشطين بيها عن مشكله الكهرباء والمعاناه اللي هم يعانون من عندها. خلونا نسمع. السلام عليكم. دوائرنا الزهور قضاء الحسينيه، احنا منطقه العشر تالاف محله 212، ناشدكم بالغيرة بالإنسانية بالمروة بهذا المصاب، المصاب الإمام الحسين أهل بيته. كهرباء من العشر الصبح لحد هسه الساعة بالستة، 13 ساعة صار لها ما جاية. يعني وين نروح؟ فهمونا، تجون للمي ماكو مي نهائي، هاي المنطقة ما بيها مي. ناشدكم بالغيرة بالإنسانية، رئيس الوزراء، محافظ بغداد، دوار الزهور، ملينا من الحكي من المناشدات. منطقة منكوبة عن عبارة نفايات زبالة، انتم ما تستحون. احكوا حجاج قدم تعال جاي. خدمات ماكو، خدمات ماكو، كابثة. ما جاي قدمنا الحجاج تعال جاي. المجاري ماكو، مي ماكو، كهرباء نهائيا ماكو من البارحة. ما عاد محاربة ويا الناس اللي تسوي مواكب، ما اعرف شنو القضية. بالاخص هاي المنطقة ليش؟ هذا الحال بقضاء الحسينية بالعاصمة العراقية بغداد وبكربلة بالفيديو اللي قبله. وأكد لكم البصرة وذي قار وميسان والمثنى وواسط والقادسية والتأميم والأنبار حالهم نفس الحال، لأنه أزمة الكهرباء من 2003 لليوم ما انحلت. بس كانت أكو وعود، كانت اكو وعود سابقا انه ازمه الكهرباء تنحل والعراق راح يصدر كهرباء الى دول العالم، بس ما انحلت. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. ابو عشق الدليم يقول بكل بساطه الكهرباء بالعراق، ايران ما تريد تصير كهرباء بالعراق لاسباب تاليه، لان اذا صارت كهرباء ايران بعد مصدر كهرباء للعراق ولا تبيع غاز للعراق، وذلك ليس بصالح ايران بتعاون من العملاء في الداخل.
حيدر عبد يقول هواي شركات تقدر تحل أزمة الكهرباء، بس المشكلة مو بالكهرباء، المشكلة بالعصابات اللي ما تخلي الشركات تحل الأزمة. شذا علي يوسف تقول سيمنز تحل أزمة الكهرباء ولكن الحرامية. أما نهلة عمر تقول والله عيب العراق وكثرة النفط اللي بيه والكهرباء، هذا حالها، هذا إذلال للشعب. العراق في تسعينيات القرن الماضي لما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار العقوبات الاقتصادية على العراق سنة 90 كانت بكهرباء، وثمان سنوات حرب ويا إيران والعراق بكهرباء. ساءت الأمور وراء الحصار بسبب تضييق العالم على العراق بكل النواحي، صار أكو قطع، صار أكو جدول، والناس قامت تعرف هذا الجدول ومشت عليه، بس عمرها ما انقطعت 16 ساعة أو 13 ساعة. بينما العراق في زمن الديمقراطية وعمرها بالحصار ما فاضت الدنيا من مطرة الدنيا، وعمرها الناس ما شافت أزمة وقود، وعمرها الناس ما شافت سرة على بنزين أو ثلج، وعمرها الناس ما شافت سرعة الحصة التموينية أو ما حصلت الحصة التموينية أو جتها مواد فاسدة بالحصة التموينية. بس في زمن الديمقراطية الزبالة بالشارع، الأنهر جفت، حصة تموينية فاسدة، كهرباء ماكو، مي ماكو، نفط ماكو، غاز ماكو، وقود ماكو، بنزين ماكو، كل شيء ماكو. هذا بيا زمن، زمن الديمقراطية لما انشال الحصار وطلع العراق من ميثاق الأمم المتحدة بالبند السابع، وطلع العراق من وصاية الأمم المتحدة، والمفروض العراق انحلت أموره وقام يصدر نفط براحته ورجع للطيران وكل شيء رجع طبيعي. أبو زينة من النجف حياك الله. أبو زينب يبدو أنه انقطع الاتصال يا أبو زينب. أم كرار من البصرة، حياك الله يمه. حياك الله يوم. أهلا وسهلا، شلونكم يمه، شخباركم؟ هلا بيك يوم، نسأل عنك. أسأل عنك بالخير والعافية، الله يرضى عليكم. أقدم شكري لكم وقناتكم الموقرة اللي توصلون صوت المظلوم يمه في دول قلبكم. واجبنا يمه، واجبنا. أم كرار من البصرة، أم بسجناء اثنين، وريد ناشد وقدم مظلومية أولادي اللي لا ذنب ولا جناية يما، روح لك فدوة ابني. حياك الله يما، وهذا واجبنا اتجاه أبناء شعبنا العراقي وأبناء جلدتنا وأبناء بلدنا وإخواننا بهذا البلد، فلا تشكرين على واجب يوم، تفضل يوم. فدوة قلبك يما. أنا عندي أولادي في جناة اثنين، ابني بدعوة يعني لا بيها ولا عليها، وراح برزين أبوها متوفى راح رحمة الله، انهبط على ابنه وما قلنا له 15 سنة، قلنا له الحكم 10 سنوات، يعني عائلة بكملها تفلست تفليس كامل. يعني ليش يعني هذا الظلم لا من قاضي؟ شنو قضيته ابنك أم كرار؟ شنو قضيته ابنك؟ يما دعوة خطف ابني. دعوة يعني ادعوا علي أنه هو خاطف ناس؟ ادعوا علي أنه هو خاطف ناس؟ اي دعوا عليه بدعوه خطب بين بنيه، هو خاطبها البنيه مو هو اللي خاطبها، هو صديقه اجى قال له انا متزوج واهلي ما يدرون ولا زوجتي تدري، ارد ديمكم وبين ما اشوف له مكان. قال له اخوي انت صديق واخوي البيت لك وشارع لي. خبر زوجته قال له راح يجي فلان ابن فلان اللي هو صديقه اسمه حسن، اول زوجته بيت وابني عنده زوجته وعنده ثلاث اطفال، يعني لا بيها ولا عليها. يا ابني في دول قلبك يا خالد، وذاك ابني الثاني انا اللي شفته، انا اللي خبرت على المفرزه وعندي شاهد المصور وصور على اللي داوم بالزائم على المخدرات، واجوا واخذوا ابني، يعني خذوه طرف هم يسوون تاجر يخلون الولد من التعذيب، حتى انا ام احترف علي، يعني هذا الانصاف، هاي العداله يا يمه. روح في دول قلبك يا ابني، وين الوقت؟ احنا قلنا يا الله يا الله، راح حداف، وجتنا ناس مثل ما يقول توشلنا من بحر، انه طموا تهجموا البيوت علينا، النسوان تطلقت، الابهات ماتت، الامهات ماتت،
العيال بشروط ضاغطة بالشوارع ليش قالت؟ هي هذا الانصاف؟ هاي احنا بلد الخير، بلد العراق اللي تتمنى الناس والدول كلها مثل ما يقول تصير عندنا، وانه بتاريخنا هي تظلت الوادي مدوء سياسة بالشوارع. نعم في حول العالم. تمام تمام ان شاء الله سمعوك وسمعوا القضيه، وان شاء الله تنحل قضيه ولدك يا ربي، والله يرحم ابوهم يا رب. شكرا لك ام كرار، ولا شكر على واجب لما شكرتينا على واجبنا تجاه بلدنا. ابو زينب من النجف رجع لنا مرت اللخ، حياك الله يا ابو زينب. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكو بيت شعر عربي قديم يقول: الى الماء يسعى من يغص بلقمه، إلى أين يسعى من يغص بمائي؟ يعني على الفيديو الأول لما هذا مفوض بالشرطة المسكين وما حصل أمان، المواطن المدني شلون يحصل أمان؟ هاي وحدة. ثانياً هذا الزائر متجاي وزيارة روحانية وكذا، تجي مكبسل وتطعن اثنين من بيدي المستضيف أو المضيف إليك، تفتيش وين صار وشنها المجاملة يعني المخزية للإيرانيين، بينما إحنا هناك ينخلون نخل. ثالثاً أنه هاي الموظفة اللي تأدي واجبها بمطار النجف فوق المدير يضربها وكذا، هذول يعني تعال هذول يعني بعد إلى أي مدى يثبتون عمالتهم وخستهم بالعمالة وقذارتهم؟ والشعب إيش منتظر؟ وهذا يطلع لك وجهك أنه وجه راكون هذا أحمد موسى، لا علم ولا فهم، ثالث ابتدائي ها؟ نعم. كان معمم وذب العمامه وجلط شواربه وحوف راسه ولبس قاف رباط ويخلونه ناطق رسمي من وزاره الكهرباء. يجيب مهندس على الاقل عنده فد خبره 10 12 سنه 15 سنه بالكهرباء. مو هذا. بعدين هذا الربط السككي اللي قتل ميناء الفاو. يعني انتوا ايش دعوه بعد يعني مدرسوكم بالاحذيه ما خلوا لكم كرامه؟ هاي الحادثه وغيرها من الحوادث اللي صايره بايران اقسم او يعني لو العراقيين بالعكس مسويهم، والله العلي العظيم نفس الشرطه والحكومه العراقيه يشيلون دول اللي اعتدوا على الايراني ويطوهم بالايراني يحاكمهم على القانون الايراني. نعم. مو على القانون العراقي. ها؟ وانتوا ايش دعوه يعني ايش دعوه ايش هالعماله هاي ايش دعوه؟ ايش دعوه الجبن؟ خايفين من ايران، خايفين من كردستان، خايفين من اردوغان، ايش جاكم؟ وانتوا الشعب ايش منتظرين بعد؟ يعني يطبون لبيوتكم وكذا يسوون بعوائلكم؟ لا شكرا. شكرا شكرا لك ابو زينب. شفنا هواية حوادث بالطرق اللي طالت زوار كربلاء واللي راح ضحياتها العشرات بسبب عدم تعبيد الطرق، عدم وجود شروط السلامة والأمان المرورية، عدم الالتزام من قبل بعض السائقين بشروط السلامة، إضافة إلى مشكلة أساسية هي عدم توفير وسائل النقل المريحة اللازمة للمسافرين والزائرين. اليوم وراء انتهاء الزيارة الأربعينية يواجهون المواطنين المعاناة نفسها من استغلال من قبل سائقي السيارات، إضافة إلى توفير سيارات الحمل اللي هي اللوريات أو الشاحنات حتى تنقل المواطنين طريقة مذلة. الفيديو اللي راح تشوفوه هسه من كربلاء هو لنقل الزوار من كربلاء إلى مناطقهم، فأنت تخيل تركب بهاي نجف مجاني نجف جواك الله ابو حسن ماجور ماجور ابو حسن نجف مجاني نجف 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 عمي نجف مجاني نجف سيف الخطابي شمر بويا وزير داخليه سوداني وهون هذا الوضع شوي بعد يطلع وزير داخليه لما نجاح الخطة الأمنية يا أمنية هاي شوف بسوان وزلم سعدون بالبدي شوف الزوار غنمكم مو غنم الله ينتقم منكم إن شاء الله يا شريف بيكم سودان ترضمك أبوك سعدون إتي ها
هاي العالم طاحف خط طاحف هتشي خطة أمنية يا والله. زين سؤال، محمل دجاج، حصو، رمل، محمل بشر، الكل تعرف انه السيطرات اللي موجودة بين المحافظات سواق الحمل دا يعانون، واكو فيديوهات هواية طلعت على هاي الشاشة اللي وراي تبين لكم معاناة السواق اللي موجودة هناك. يعني هذا لما هو محمل ناس الأتاوة اللي يدفعها بالسيطرة الناس اللي مول هي زين، إذا سوى حادث هو محمل بهذا العدد الكبير من العالم شنو مصيرهم؟ وبعدين شنو الإعلان الحكومي إن هم مستعدين أتم استعداد لاستقبال الزوار اليوم؟ وين الاستعدادات؟ بالتريلات؟ بالشاحنات؟ يا بعوف الشاحنات راح يقولوا لي ماكو بالعراق بس شاحنات؟ لا، أكو وسائل نقل هواية. هاي واحدة من وسائل النقل اللي هي القطار، اللي هي الوسيلة الوحيدة اللي موجودة حالياً بالعراق للتنقل بين المحافظات، واللي تعتبر وسيلة آمنة بسبب سوء الطرق والشوارع وتعبيدها والفساد اللي موجود بالطرق وغلاء تذاكر الطيران ببلد يعاني من غلاء معيشي وفقر وبطالة. لكن القطارات بالعراق ما تخلو من المعاناة. تخيلوا بالعراق اللي أعلنت حكومة الإطار التنسيقي بزعامة السوداني استعدادها الكامل لهذا الموسم وصرف المليارات إلى الناس كلها تنتقد هذا الشيء. القطار اللي طالع من كربلاء للبصرة ما بي تبريد لأن عاطلة منظومة التبريد اللي موجودة بالقطار. الفيديو التالي راح يبين لكم حال الركاب اللي راكبين بهذا القطار شون صاير. خلونا نشوف. الفيديو اللي وراه لنفس القطار اللي طالع من كربلاء إلى بغداد راح يشوف بيه حال راكب ابنه بفصل صيف الحارب مقطورة أغلبها من الحديد والألياف وألياف الكربون والفايبر واللي تتحول بدرجات حرارة عالية إلى غرفة شبيهة بالفرن. راح تشوفون حال أب يحاول يخفف من وطأة الحر عن ابنه بأن يهفيه لبيدة بأوراق أو كارتونة أو شفقة أو أي شيء لأنه التبريد عاطل. بنفس الوقت هذا الأب ينتقد مشروع الحكومة اللي أعلن عنه السوداني وهو مشروع الربط السككي بالعراق وبمباركة إيرانية واللي شعب العراق رافضه جملة وتفصيلة لأنه يعتبره رصاصة الرحمة على مشروع بناء ميناء الفاول الكبير وهو منفذ العراق البحري الوحيد. خلونا نشوف. هاي حاله مال قطار. يا قطار الله يخليك. والله يا حماد يا كاي سكك الحديد العراقيه اليوم كافئونا. سووا لنا مكافئه اول ما جابوا لنا ماي حار للشرب. حلو. وزعوا علينا. تعطيل ساعه كامله. حلو. واحنا اصحاب عوائل وهاي اطفال عندنا. صحيح. وتبريد ماكو خاصه هاي العرب. هاي طلعنا من عون. وهسه احنا بالسماوه تبريد ماكو ميتين من الحر. هاي الاطفال هاي حاله وهاي مجازاتنا حكومه مجازتنا خوش مجازات ناس تعبانه ورايحه للزياره وهاي تبريد ماكو. فيديو ما اقدر اعلق عليه اي شيء لانه المنظر اللي شفناه هو يعلق عن احترام الحكومه وسياسيها واحزابها إلى المواطن العراقي وأطفاله. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من مهدي عبد الحسين يقول الله أكبر كل سنة من أسوأ إلى أسوأ في نقل الزوار وإلى الله المشتكى. أبو منتظر الفرطوسي يقول الله يطيح حظ هيج حكومة ما تحترم شعبها. وعلي أبو سيف يقول طاح حظ هيج خطة أهم شيء عندهم تطلع الناس من كربلة. ومحمود سالم للأسف الشديد أن نصل إلى هذا المستوى. فكانت هاي تعليقات الناس
حول خطط الحكومة الاستراتيجية لتأمين راحة زوار الأربعينية في عام 2023، لأنه مثل ما تلاحظون دا يعتمدون اعتماد ذاتي self yourself أو serve yourself، ساعد نفسك أو اخدم نفسك، هفر روحك، اركب بتريلا بالبدي، اركب بباص وتنقل بيك. وأكو فيديوهات، روحوا شوفوا مقاطع الإيرانيين ايش دا يسوون من فظائع بالعراق. كل العالم، الشركات الاستثمارية اللي بيه خصوصا الأجنبية اللي تشتغل بهذا البلد أو بذاك البلد، تشتغل لخدمة هذا البلد أو ذاك البلد بالمقام الأول، واستثمار هاي الفرصة الاستثمارية حتى تنجح الشركة بالمقام الثاني إلا بالعراق. الشركات الاستثمارية مصالحها أبدى من مصالح البلد، يعني تخرب ما تعمر. هذا اللي قاله ناشط من قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار، انتقد عمل وحدة من شركات الاستثمار الإيرانية هم إيران، واشتكى من عمل هاي الشركة الإيرانية، واللي بسبب أعمال هاي الشركة طفحت شوارع قضاء الشطرة بالمياه الآسنة ومياه الصرف الصحي. ورجع ويقول أني أطالب هاي الشركة أن تصلح اللي أفسدته بالقضاء. خلونا نشوف. الشركة الإيرانية وشركة عبد الواحد بيناتنا العباس، ما راح يلوح الشطرة خير من وراكم، وما أريد أشوف صوي الشركات اللي جاي تشتغل بالشطرة حتى لا يقولون مضايقهم. وأنا الناس تعرفني اشتغلوا مالت الله، لأن جاي تاخذون مليارات وملايين، وما حد منكم مسوي فضل على المدينة أبد. من جاي تاخذ مشروع مو لوجه الله تعالى، انت جاي تاخذ فلوس، اشتغل بما يرضي الله، هذا شغلكم ومجاريكم الطاقة، ومسوين فضل على المدينة، وعدكم ألف بيج يروج للشركات ببيجكم، فهمتوا لو لا؟ اشتغلوا عدل، ترى كنا بالزيارة وعبالكم تشتغلون فيزيك، رجعنا ودراجاتنا موجودة ونفتر عليكم واحد واحد بيناتنا العباس. أنا أكو شغلة ما دا أفتهمها، عقود الاستثمار، يعني هذا العقد مفروض أكو بيه خطة، لما طرحت البلدية أو الوزارة هذا المشروع للاستثمار لازم أكو شركات قدمت عطاءات، والشركة اللي رسى عليها العطاء الإيرانية أو غيرها وعبد الواحد ما كان اسمها زين، هاي الشركة المفروض بعطائها عندها خطة. الفقرة ألف، فقرة باء، ربع المدة الزمنية، نصف المدة الزمنية، ومدد زمنية. في كل نسبة إنجاز المفروض الدولة تعطي نسب من المال، يعني هذا المشروع مليار فرضاً، بكل ربع تعطي 250 مليون، حتى تضمن الدولة أنه هاي الشركة ما تلزق، وتضمن الدولة أنه هاي الشركة دا تشتغل صح. وفي كل مدة زمنية حسب الخطة لازم أكون مهندسين ويا الشركة يتابعون اي الشركة اشتغلت صح، يعطوهم فلوسهم. الشركة غلطت، تعالوا يا بقتوا غلطتوا حسب الخطة مالتكم وحسب المناقصة مالتكم، هذا الشغل ما يطابق، ضبطوا نعطيكم فلوسكم. إلا بالعراق شركة إيرانية جت على الحكومة، سلام عليكم أنا شركة، أهلا وسهلا، من وين؟ أنا من إيران، تريدين مشروع؟ هاك مليار. وهذا الحال، الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من فيسبوك، أركان مهد الركاب يقول عمي الشطرة مبيوعة، الله وكيلك مليارات تنرصد إلها على الورق وتروح بجيوب الجماعة. ومرتضى السوداوي يقول والله شركة عبد الواحد تلزيق، مجاري كلها طافحة والشغل عن نص، بلكي التفاتة من الجهات الرقابية يتابعون عملهم، ليش كل هذا الهدر بالمال العام؟ أنا سؤالي هنا، عندنا جهات رقابية بالعراق؟ ما أتوقع، لأن لو أكو جهات رقابية ما كان هذا الحال. مصطفى الفريداوي يعني هاي المنطقة ما بيها مختار، ما بيها مهندس يعرف شغل زين وزين ويوقف عليهم، يوقف عليهم لو يناشدك بساعته، لو لما يصب وتفيض تعال ناشد، أنا جاي أشوف شغل حديث مو قديم، يعني ما حد
حركته غيرته من منطقته يوقف يشوف شغلهم. وأم فهد الزيد تقول مو مهم الشطرة وأهل الشطرة، المهم تمرر صفقات الفساد. الحال اللي دا تشعر به أم فهد حول صفقات الفساد وتمريرها وغياب حق أهالي الشطرة هو حال كل أهالي الشطرة وحال كل أهالي محافظة ذيقار وحال كل أهالي العراق، لأن هم دا يشوفون بالعراق من شماله إلى جنوبه أكو صفقات استثمارية، أكو عقود مناقصة، بالمقابل ماكو شغل. لأنه لما عندك عقد استثماري وتسمع بعقد استثماري لبناء مجمع سكني تقول يا الله راح تنحل أزمة السكن، وتمر 10 و12 و13 سنة والمشروع السكني بس أساس. لما تسمع قبالك وتقول أكو متنزه بمنطقة تقول يا الله راح شوية نتنفس نشوف مكان خضار ونسى وجعلنا يلعبون ويتونسون في هذا الزمن صعب، تروح وترجع وتلقاها مكب للنفايات. لما تسمع بمشروع لكهرباء تقول إيه يا الله راح تجينا شوية كهرباء تنحل الأزمة شوية شوية ترجع أمورنا تمام، لكن أنت يومياً تزيد عندك ساعات القطع وتستمر إلى أيام وأسابيع في وقت أكو مليارات تروح. وين تروح؟ هاي الوين ماكو جهة رقابية تسأل عليها، لأنه اللي يشتغل بأي جهة رقابية بهيئة النزاهة وغيرها وقالها مش عن الجبوري، قال إحنا نفتح صفقات فساد ويجي واحد يسد حلوقنا بكم مليون ونقول أنا على أبو فلان لأبو فلان أخذنا من عنده كم فلس. المهم من أسابيع أزمة الوقود تضرب محافظات كردستان العراق، نينوى، صلاح الدين، ديالى، ديقار، البصرة، إضافة إلى العاصمة الحبيبة بغداد. هذا كله سبب غضب شعبي بسبب السر الطويل اللي ينتقدون المواطنين بها شركة توزيع المنتجات النفطية وحملوها المسؤولية بالتخبط الحالي بتوزيع الوقود ببلد نفطي يعوم على بحر من النفط مثل العراق. ناشطين الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسراوات الانتظار أمام محطات تعبئة الوقود بانتظار مادة البنزين أو الغاز أو النفط الأبيض، و نشروا إغلاق العديد من المحطات الحكومية أبوابها أمام المواطنين بوسط استياء الشعبي بسبب تكرار هاي الأزمة. عراقيين عبروا عن غضبهم من تفاقم أزمة الوقود بأجواء حارة واضطرارهم أن يوقفون ساعات طويلة حتى يزودون بالوقود بمشهد يتكرر كل سنة من 2003 لحد هاي السنة 20 سنة، على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة أن ينهون هاي الأزمة خلال أيام ومر شهر وشهرين طبينا بالثالث وما انحلت. لهالسبب قسم التواصل الاجتماعي سلط لنا ضوء على هذا على هاي الازمه بانفوجرافيك ازمه المشتقات النفطيه تتفاقم في بلد الثراء النفطي. خلونا نشوفه. عندنا مريض واقفين هنا ساعتين يدور بنزين والمريض موجود حالته مخطره يعني محتمل ان يموت، احنا بربيع تحديدا
تمام هاي مستعدين بدنا ننتظر يعبي بنزين وعلى حسابنا زين خلي يشوفون العالم خلي يشوف مدير صحة خلي يباعون يشوفون الناس هاي حالتنا. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا التقرير. العراق البلد النفطي اللي يسبح على بحر من النفط اللي بيه ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم اللي من المفترض حاله افضل من هوايه دول واللي اذا نحسب دول الخليج ونحاول نقارن نفسنا بيهم فعندك خيرات تحت ارضك اكثر من عندهم. هم تربه غير مستصلحه للزراعه بس استصلحوها باستثمار نفطهم حتى تصير زراعة عندهم. هم بلدان راملية، انت عندك صخر ورمل وحجر وجبال، هم عندهم بس نفط، انت عندك نفط وزراعة وثروة سمكية وأنهر وغيرها 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 وهواية أمور. بلدان الخليج اللي الشيخ زايد الله يرحمه لما زار العراق في سبعينيات القرن الماضي قال أتمنى أنه أصل بالحال إلى بغداد. انظر اليوم حال الخليج والإمارات وشوف حال دبي وشوف حال العراق. ولما نتقارن بالأموال انت أغنى، لما نتقارن بالأرصدة انت أعلى، لما نتقارن بالخزين النفطي انت أكبر، لما نتقارن بالهدر المال العام انت أكثر. فانت عندك مصايب كومة في بلد نفطي مثل العراق من المفترض أن يكون الأول عالمياً في كل شيء، بالتكنولوجيا وبالكهرباء وبالمي وبالغاز وغيرها وغيرها وغيرها. لازم يكون بلدك مرفه. ما نريد نقول لك رجع لنا الدينار العراقي أعلى قيمة بالعالم مثل ما كان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي واللي نطوا قيمته إلى الشقيقة الكويت لما كان الدينار العراقي 3.3 دولارات. ما نريد هذا الشيء، بس رجعونا بلدنا مثل ما كان. هاي مشاكلنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الجمعة. انتظروني، في أمان الله.